بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإذن الله اليوم نحل من كتاب Engineering Mechanics Statics الطبعة السابعة من الشابتر الثاني السؤال السابع الواضح أمامكم. السؤال هذا جدا جميل وبسيط، ما في أي فكرة في موضوع التحليل عادي. اللي حرصني أحله فقط لأن عشان اللي هو جملة هذه the angle theta which r makes with the positive x axis، وبعض الأحيان يقول لك vertical، عطني الزاوية من vertical، وبعض الأحيان يقول لك من horizontal، والx axis والy axis كلها معناها واحد. طبعا أنا واضح إني قزت، بس واضح من الشكل وش يبي، ما يحتاج إني أتكلم وأفصل. عندك القوة هذه، عندك القوة هذه، حللهم، عطني محصلة resultant. ويبغى للمحصلة راح تطلع لك كذا أو كذا أيا يكن، يبغى الزاوية كم مقدارها أيضا. إذا يبغى المحصلة وزاويتها، كيف نبدأ نشوف الآن؟ أول شيء التحليل، تحليل جدا بسيط وعادي مثل ما قلت. نشوف السؤال وش معطياته وش أكثر شيء نستفيد منه. دائما دائما حنا نقول في المسائل نحتاج إلى شيئين، الماجنتيود اللي هو القوة نفسها مع الزاوية حقتها. هذه موجودة مع زاويتها، طيب هذه موجودة بس زاويتها وين؟ هذه بس وينها فيه؟ تقدر تطلعها من الشكل هذا. لو تلاحظون المثلث هذا هو نفس المثلث هذا. كيف نطلع الزاوية؟ نجي نقول أول شيء قبل تحل أي شيء تقول مو بثيتا، خلنا نقول لأن هذه الثيتا هنا، خلنا نقول بيتا. بيتا تساوي تان انفرس مقابل هذا، عنده مقابلها 4 على 3 كم راح يعطيني هذا؟ اذا حسبت يعطيك تقريبا 37. بس حبيت انوه هنا في خطأ بسيط جدا، هو الزاوية 53 و13 درجة، هذه الصحيحة، لاني انا كنت حاسب 73 هذه بناء على انها 3 على 4 وليس 4 على 3، وراح كمل الحلول راح تتغير لك نتائج لاني انا حالها سابقا على النتيجة هذه اللي عندكم. فلذلك حلها على انها 35 وراح تطلعك نفس النواتج النهائية اللي هو resultant r والثيتا اللي راح نتكلم عنها في نهاية المقطع، بس للتنويه وشكرا. زين، طيب طلعت الزاوية خلاص انتهينا، فراح يعطيك اللي هو تروح تحط محورك. هذه النقطة عندي صح ولا لا؟ واضح هذه ينطلق منها كذا، هذا اثنين، هذا لاحظ هذا وين رايح؟ تحت، فمعناته راح يكون شكله كذا. اذا راح يكون كذا، هذا 3. دائما عادي ترى مديك تمد الخط، ترى عاد جدا ديك تمد الخط، مديناه 3. طيب الزاوية لاحظ انه يكون لي ما بين خط القوة مع محور الاكس، القوة مع محور الاكس، هذا هو. لان حنا لو تلاحظ مدينا كذا شوي بس بسيط، هذه الزاوية حقتنا لو تلاحظون، هذه هي، فهذه هي اللي هو 37 وهذه هي 30. تحليل جدا عقلتهم يعني ما في اي فكرة في موضوع، تحليل بسيط. فانا راح اقول، بس خلني احط هنا، راح انا اقول ان هذا، طبعا حط احمر ليش، راح اقول ان هذا عبارة عن 1 وهذا عبارة عن 2. ليش 1 2؟ فقط عشان انا ما اتلخبط، راح اقول 1 الاف واي تبع والاف اكس تبع. خلاص ما ودي صراحة ابدا افصل وما ادري ايش، لان الاف واي هذا ساين 30 اللي هو 2 في ساين 30، والاكس كوساين 30، وهذا مثله الواي ساين 37 بس بالماينس انتبه، والاكس بالبوزيتيف كوساين، راح يعطيك نواتج ممتاز. فالاف اكس بالنسبة لاثنين هنا يعطيك مثلا 1.7 تقريبا 3 كيلو نيوتن، وهنا يعطيك 1 كيلو نيوتن ممتاز.
الثاني الاف واي، الاف واي له ماينس 2.4، عفوا الاف اكس هنا الاف اكس، هذا اف واي، هذا اف واي، هذا اف اكس. الاف اكس هنا عندي راح يعطيني اللي هو 1.8، طبعا كلها كيلو نيوتن، كيلو نيوتن. المحصلة دائما اللي هو الريزلتنت هو عبارة عن نظرية فيثاغورس اللي هو الاكس تربيع اللي هو مجموع هذا مع مجموع هذا تربيع اللي هو تقريبا راح يعطيك اللي هو ماينس 1.4 تربيع هذا الواي طبعا زائدا 3.53 تربيع، هذا راح يعطيك المحصلة النهائية تقريبا 3.8 كيلو نيوتن. طيب نجي شيء جدا 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 مهم جدا مهم. انا لو الاحظ، لو الاحظ في الرسمة محاور بس توضح لك مجموع المحور هذا، هذا ايش؟ هذا قلنا اللي هو الواي، اللي هو الواي. لو تلاحظون اذا الواي اسقاطه في السالب والاكس اسقاطه في الموجب. اذا لو تمدون خط كذا وتمدون خط كذا راح تقاطعون صح ولا لا؟ هذا هو الريزلتنت، هذا هو الريزلتنت اللي هو 3.8. هو يبي محور مع البوزيتيف اكس اكسس، هذا هو البوزيتيف اكس اكسس، يبي اذا المقدار هذا لك انك تطلع كذا او الزاوية هذه. هو يبي الزاوية هذه، دائما احنا نمشي عكس عقارب الساعة في الزوايا. فلذلك راح تقول ان الثيتا راح تساوي التان انفرس 1، حلو، اللي هو مقدار هذا المحور الواي. احنا كم قلنا الواي سالب 1.4 تحطه بالاشارات على 3.53، هذا كم راح يعطيك؟ سالب 21.63 درجة، اللي هو هذا هو، هذا هو. طيب لا، أنا أبغى هذا كامل عبارة عن ثلاث، إذا ثيتا 300 هذا صح، وهذا الثاني أيضا حل آخر صحيح، ناقص اللي هو 21.63 كم؟ أعطيك تقريبا 338.37 درجات. إذا هذا صحيح اللي هو 21.63، وأيضا هذا صحيح اللي هو 338.37 درجة. هذا هو الحل وهذه هي الفكرة، ما في أي شيء في الموضوع. اللي حرصني فقط عشان أعلمك كيف تحسب الكلام هذا. أرجو أنه كان واضح، مقطع مفيد، ما حبيت أتفلسف وأبدأ عقدها والموضوع جدا بسيط. وإلى نهاية الحل وصلنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.